دفعة 2024 من ما نقولش طلبة دوك نقول المهندسين، بدون شك راحين في أقرب وقت يدخلوا في الحياة المهنية. مفتاح نجاح لكل برنامج هو كفاءة الثروة البشرية، ولهذا مدرسة وطنية في هذا الميدان هي يعني هي الوزين اللي تتكون هذه الثروة البشرية. وعلى نستغل هذه الفرصة باش نشكر ونهني الأساتذة اللي قاموا بالدور تاعهم، والأساتذة كل عمال على كل حال، قال كل هرم من الثروة البشرية اللي قايمة بواجبها في ظروف، في بعض الأحيان ماهيش ظروف سهلة، ولكن الواجب يقتضي باش واحد يقوم بواجبه كما يلزم الحال.